قبب تعبد، أوسان فكية، شيوخ طرق، مدايح كلها شرك. عندك مداح تابع للطريقة المكاشفية قال نحن في الله عندنا شك، شكك في الله عندنا شكك، لكن في شيوخنا ما عندنا شك. هذا سميه شنو؟ مش ما في كفر؟ ده سميه لي انت، ده تعال سميه لي انت. زول قال انا في الله شاكي لكن في شيوخ الطرق الصوفية ما عندي شك. طب شكدة تلقاهم بيكتب في العربات وفي اللواري وفي بعض الحفلات وبعض الركشات يا المكاشف مدد الكشيف، ده ما شرك ذاته، لأنه ده دعاء لغير الله وهو شرك. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. موجود شرك والله، شرك بالكم، وما في شيء غتس حجر البلد دي إلا الشرك. والشرك ده ما جبروا، ما جبروا، الشرك ده نشروه شيوخ الطرق الصوفية، هم نشروا الشرك والإلحاد وعبادة القبور والقبب وعبادة الأولياء المزعومين وعبادة غير الله عز وجل. شكده قال لو ما اتكشفوا وحالهم اتبين والناس الأمة دي وحدت ربنا سبحانه وتعالى، حالنا ده ما بينصلح أصلا. ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ده اللي حصل لنا بالبلدي. توبوا إلى الله عز وجل وخلوا الطرق دي كلها أكفروا بها واتركوها، وخلوا عبادة القبب والتبرك بالأضرحة والقبور، وأدعوا الحجبات والتمايل، وتوكلوا على الله عز وجل. ربنا بيفتح لكم من فوق ومن تحت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لأن ربنا قال وما يؤمن أكثرهم، يعني أغلبهم والأغلبية، وده الواقع الليلة، الواقع الليلة القبب والقبور اللي بتبركوا بيها وطينة وضة الطريفي اللي بيلوكوها يبيعوها بالسوق، بيجيبوها قالوا من المناقل يبيعوها في سوق ليبيا في مدرمان، طين يجيبوا من هناك. كلب يا أخ ما بيلحص الطين يا أخ لو لقى مويه، يجيبوا من هنا يبيعوا هنا، ده شرك ولا ما شرك؟ تبركا به ويعتقدون فيه النفع والضر. فدي آية من القرآن الكريم، والواقع يشهد. الكتب دي الموجودة دي تحت الصوفية دي الفيها ده شنو؟ الفيها ده شنو؟ نكات؟ ده ما شرك بالله. لما واحد يقول إنا بخضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، يعني إذا حصل أمر عظيم قال تنادي إسماعيل ولي الله، تستغيث به ما تنادي الله، ده الشرك ذاته وده الكفر ذاته. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. البدع غير الله كافر من الكافرين كما قال الله عز وجل بنص القرآن.